ازيكم؟ النهارده هوريكم يومي بيمشي ازاي في الكليه. اول حاجه نزلت ركبت التاكسي عشان نروح الجامعه. اهم حاجه الكمامه، مش عشان الوعي، لا عشان مش هيدخلوك من غيرها. بعد ما وصلت وقفت استنيت احمد صاحبي لحد ما يجي، هو اتاخر شويه بس جه في الاخر. ورحنا عشان نخش الجامعه ولقينا دول، دي مش خناقه، ده طابور كل يوم عشان يشوفوا الكارنيه. بعد كده هنمشي الطريق الطويل ده كله عشان نوصل الكليه. بهزر عزيزي المشاهد، انا كليتي اول كليه في الجامعه، مروقين علينا بصراحه. ونخش بقى على كلية فنون جميلة والجنينة بتاعتها. بعد كده رحت لأحمد صاحبي التاني وهو عامل دكتور وبيشرف على الطلاب، وده ميلاد بيعمل مشروع أسس تصميم، نسيبه في الهام اللي هو فيه ونطلع على المحاضرة النظري، أو بمعنى تاني محاضرة النوم. مش مهمة، فهنعديها ونروح سكشن تصوير وأكتر مادة بحبها، هبدأ أرسم التكوين اللي أنا مش شايفه ده. وبعد محاولات كتير اتخر يا باشا اتخر يا أنسة، رسمت الأوتلاين وابتديت أظلل فيه وبدأت بالكورة. وده طبعا وأنا مركز جدا عشان أنا مجتهد. وده شكل التكوين بعد ما خلص. بعد كده أخدت صاحبي ورحنا قسم ديكور نصور اللوحات اللي هناك، بس الجو كان ليل معرفتش اصور غير الاتنين دول. بعد كده المغرب اذن واليوم خلص وروحنا. بس كده، ده كان يومي في فنون جميلة.